السلام عليكم، رمضان مبارك. عالج نفسك ببيكربونات الصوديوم القاعدية، عالج زيادة الحموضة الموجودة في جسمك باستعمالك وشربك لبيكربونات الصوديوم القاعدية. هذا الكلام خطأ تماما أخي الحبيب، هذا الكلام هو بداية الخراب في جسمك. إذا أردت أن تقضي على حموضة المعدة، إذا أردت أن تقضي على جهازك الهضمي، إذا أردت أن يبتلى جسمك بجميع أنواع الأمراض، فاستعمل بيكربونات الصوديوم القاعدية واستمع إلى كلام اليوتيوبرز اللي ما لهم علاقة بالطب لا من قريب ولا من بعيد، واللي دخلوا الناس في متاهات الناس في غنى عنها. ليش هذا الكلام دا أقوله الآن وما هو تحليله طبيا وعلميا؟ هذا اللي راح نشوفه معاكم في هذه الحلقة، وخليك معنا إن شاء الله. السلام عليكم وبركاته. دكتور محمد عبد الجبار، اخصائي الطب الوظيفي، دكتور في الطب التكميلي والعلاج بالاعشاب الطبيه، دكتور عضو في هيئه البورد الامريكي للطب البديل، دكتور عضو في هيئه البورد الامريكي للطب الشمولي، دكتور عضو في هيئه البورد الامريكي للطب التكميلي. وفي هذه الحلقه المهمه جدا اخواني الاحباب، كثير من المقاطع توصلك على الواتساب، توصلك على الفيسبوك، توصلك على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول لك انه انت مصاب بزياده في حموضه الجسم وان جسمك حامضي، وانه حتى تعالج نفسك من هذه الحموضة يجب أن تأخذ بيكربونات الصوديوم القاعدية عن طريق خلطها مع الماء، وهذه جريمة في حق جسمك. لماذا أخواني الأحباب؟ أولا أخواني الأحباب، بيكربونات الصوديوم القاعدية هي مادة قاعدية جدا. يعني إيش معناتها؟ معناتها لما تدخل إلى الجهاز الهضمي راح تحوله إلى قاعدي. طيب إيش المشكلة في هذا؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. ليش؟ المعدة أخواني الأحباب تحتوي على حمض الهيدروكلوريك اللي هو أول خط دفاعي البكتيريا والجراثيم والفيروسات اللي تدخل لنا يوميا عن طريق الاكل. الاكل اخي الحبيب اللي تضع امامك على الطاوله ان شاء الله يكون استوى خارج من الفرن، بمجرد ملامسته للهواء راح يمتلئ بمئات والاف الانواع المختلفه من البكتيريا والفيروسات الموجوده في الهواء الموجوده في ايدك. الخضروات اخي الحبيب اللي قاعد تاكلها مليئه بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات وبيوضها واللي اجتها عن طريق الأسمدة العضوية اللي قاعد يستخدموها، اللي نقصد بها الفضلات البشرية والفضلات الحيوانية. لما تأكل أخي الحبيب هذه المواد كلها، إيش اللي برحمة رب العالمين يخلصك منها وما يخليها تتكاثر في داخل جسمك؟ حمض المعدة أخي الحبيب. المسألة الثانية، طعامك أخي الحبيب إيش اللي يهضمه؟ إيش اللي يحول البروتينات إلى أحماض أمينية قبل الامتصاص؟ إيش اللي يهضم الفيتامينات والأملاح والمعادن ويحولها إلى مواد قبل الامتصاص؟ أيضا حمض المعدة. لما تجي أخي الحبيب ببساطة وتأخذ بيكربونات الصوديوم وتضيف ملعقة من عندها على كوب من الماء وتشربه مثل ما قالوا لك، ببساطة راح تقتل حمض المعدة وتحوله إلى قاعدي. إيش يعني هذا؟ يعني كل جرثومة، كل بكتيريا، كل فيروس راح يدخل لجسمك، كل طفيلي وبيوت طفيليات راح تدخل إلى جسمك راح تتكاثر في داخل جسمك. معناتها طعامك ما راح ينهضم، معناتها سطح الجهاز الهضمي من الداخل راح يتحول إلى قاعدي. والله سبحانه وتعالى ما صمم حتى يكون قاعدي، صمم حتى يكون حامضي، حتى يؤدي كل الوظائف اللي قلنا عليها وتكلمنا عنها. لذلك لما تحوله إلى قاعدي أخي الحبيب، فأنت قاعد تضرب جسمك بقنبلة نووية كما يقولون، وقاعد تخلي جهازك الهضمي وجسمك كله ساحة مكشوفة لكل الفيروسات والبكتيريا والطفيليات اللي تكلمنا عنها. راح تصاب بعسر الهضم، راح تصاب بسوء الامتصاص للأملاح والمعادن والفيتامينات، مما راح يدخلك في أمراض أنت في غنى عنها أخي الحبيب. راح تقول لي مو أنا جسمي حامضي، راح أقول لك أخي الحبيب هذه خرافة. لا يوجد شيء اسمه جسم حامضي، هناك شيء اسمه ارتفاع طفيف في حامضية الجسم، هناك شيء اسمه انخفاض طفيف في حامضية الجسم، تكلمنا عنه في حلقة كاملة، هذا اللي يشوفه أمام كل يعجب يشاهدها. وقلنا لكم الارتفاع اللي احنا نسميه low grade chronic acidosis واللي هو الارتفاع الطفيف في حامضية الجسم المزمن، قلنا لكم أخواني الأحباب نعالجه بمنتهى الوساطة خلال 24 ساعة فقط عن طريق الغذاء أو عن طريق الصيام المتقطع، وشوفوا هذه الحلقة واستفادوا من عندها بدون لا مكملات ولا أعشاب ولا أنه تنفق آلاف ومئات الدولارات على أشياء ما تستفاد من عندها. الحالة الوحيدة أخي الحبيب اللي تستطيع أنه تشرب فيها بيكربونات الصوديوم هي الحالة اللي تكون مصاب بيها بالارتجاع المريئي عند الحاجة، يعني وحدة عزيمة تبع عزيمة، اضطرت أنه تأكل أكل معين، صار عندك ارتجاع مريئي. في هذه الحالة أخي الحبيب تأخذ ملعقة شاي صغيرة من بيكربونات الصوديوم، تخلطها مع الماء وتشربها، ما راح تعالج لك حقيقة الارتجاع المريئي، وإنما راح توقف حمض المعدة، لأنه الارتجاع المريئي ببساطة هو الحرقة اللي أنت تحس بيها لما يدي حمض المعدة يطلع للمريء، والمريء غير مبطن بالمخاط نفسه اللي موجود في المعدة، يعني غير معد لاستقبال حمض الهيدروكلوريك، فتبدي تحس بهذه الحرقه. فلما تشرب بيكربونات الصوديوم راح تقتل لك حمض المعده، فما راح تحس بالحرقه، وانت تعتقد انه هذا علاج، وهذا ليس علاج اخي الحبيب، هذا مسكن وقتي تعمله في حاله الطوارئ.
اما اذا تشربها يوميا فراح يسوي بيك كل المشاكل الصحيه اللي قلنا لك عليها. في نهايه هذه الحلقه اتمنى اخي الحبيب منك وكما يقولون ابوس راسك، لا تستمع لليوتيوبرز اللي ما لهم علاقه بالطب ويتكلمون في غير مجال تخصصهم، ودائما خذ العلم من الناس المتخصصين اخي الحبيب حتى لا تدخل نفسك في مشاكل صحيه انت في غنى عنها. في نهايه هذه الحلقه نشوف الحلقه اخي الحبيب نجيب عن كل اسئلتكم واستفساراتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك، رقم واتساب العياده، موقعنا الالكتروني، ولا تنسى اللايك الشير سبسكرايب، ادعم هذه القناه اللي تتكلم لك بالحقيقه الطبيه بدون ترويج وتسويق لاي منتجات طبيه، ولكل الاخوه الراغبين في علاج امراض مزمنه من جذورها على الرحب والسعه في العياده الرقميه. ورمضان مبارك وكل عام وانتم بألف خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.